خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الفل عليك يا هالة. صباح الفل يا محمد، يا منة صباح الفل. أنا حسأل على المرور بس مش حسأل على الطقس. لا خلاص تسأليش على الطقس، احنا عارفين ان احنا الجو حر خلاص. احنا دي مش حسأل على الطقس خلاص بطل. خلاص مفروغ منها. لو هتسألي على المرور، لا في مناطق فيها شوية كثافات مرورية وفي مناطق تانية فيها سيولة مرورية، هنعرفها دلوقتي بالتفصيل طبعا مع حضراتكم، وهنستعرض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر كالعادة. بنبدأ من القاهرة النهاردة، هنبدأ تحديدا من شارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية، بس بتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لنص كوبري غمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه بعض الكثافات المرورية. شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، في كثافات نسبية عند منطقة الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش. من المظلات إلى وسط البلد في بعض الكثافات المرورية البسيطة والمتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة هيلاقي فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. هنروح للجيزة تحديدا شارع الهرم، هنلاقي ان في كثافات مرورية والكثافات دي طبعا بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات وفي كثافات للمتجه الى كوبري الجيزة المعدني. شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. هنروح لطريق المحور القادم من اكتوبر، هنلاقي ان في كثافات مروريه قبل الدائري بتستمر لغايه سلم ارض اللواء. بعد كده في سيوله مروريه في شارع المهندسين ولغايه كوبري 15 مايو. اما المتجه الى اكتوبر فهيلاقي ان في سيوله مروريه. في اكتوبر بيشهد طريق الواحات بعض الكثافات المروريه المتقطعه. انتظمت حركه السيارات امام القادم من الطريق الدائري وصولا لمناطق دريم. ظهرت بعض الكثافات المتحركه للقادم من امام مناطق الفردوس وصولا الى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي. ظهر كمان تباطؤ في حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولاً إلى حدائق الأهرام ووصل الدريم لغاية منطقة الأعمال. تعالوا بقى كده دلوقتي نروح محافظة الإسكندرية، هنلاقي إن شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل مع حضراتكم جولتنا المرورية، هنروح كده أسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة، هنلاقي إن الطريق بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ إن فيه كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. أيضا في بعض الكثافات المرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. دلوقتي بقى خلونا نستعرض مع حضراتكم كده في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يصود طقس شديد الحرارة راتب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار راتب على السواحل الشمالية. أما حالة الطقس ليلا فهيكون مائل الحرارة وراتب على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة راتب على السواحل الشمالية. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة هتكون 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل، هيكون معنا النهاردة دكتور محمود القياتي بس بعد شوية.